الاهلي تعبه وقويه ويمشي كباكبو كباكبو كباكبو، هذه كوره وكباكبو خفيفه خفيفه ظهر. وداد الالقاب والجماهيريه حداد يعطي باس، هي هي والكرة خطيرة. وماذا هناك؟ والحكم يقول ضربة جزاء للوداد، ضربة جزاء للوداد بصافرة سيكازوي. البدايات للأهلي والخواتيم للوداد، والفار سيحكم مع باملاك تسيما. هيا يا الكرة، كرة ميتة، كرة عكسية، شناوي يغلط وقباقبو يصنع الحدث ويصنع الفرق ويجيب الفار. هنا يظهر انه ما لمسوش، وكباكبو هو اللي دخل في الشناوي. سنرى الان النقاط فاينل. يتقدم يتقدم ويضيعها 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 نادي الوداد. بديع اوكي ضيع البنالتي وجاموندي يهبل عليها. مش ممكن ما دره الفريق الودادي اوكي. يا بديع بديع يضيع، يدور يلف.